معقول؟ انا اصلي من يوم الخميس قاعد على الكرسي مش مستوعب انه في عنا لاعب زي بيبي. لاعب بحط لنا، احنا عمرنا حطينا جولين هيك فاولين ورا بعض؟ لا، لازم يعطوا بيبي الكرة الذهبية. خلاني قاعد يومين على هالكرسي مش قادر اتحرك من الصدمة، من الاداء اللي عمله، من الشغلات اللي عملها. انا مستغرب امري كيف حاطه على الدكة يا ابن الحلال. هذا يلعب اساسي كل يوم، ان شاء الله راح يلعبوا اساسي في الدوري الانجليزي. يما ايش راح يسوي في الدوري الانجليزي يما؟ اجيت الطيارة وما حدا شافني عشان اللبس اللي انا لابسه. وين بلوزة الانتر تبعتي يا حيوان يا حقير؟ ولك يخرب بيتك ما اوقعك، هاي جزات الناس اللي بتعمل خير. مش اجيت علي قلت لي عرس ابن عمي وبلوزة الانتر كثير حلوة وبدي اروح احضر العرس ابن عمي فيها، واعطيتك اياها وقلت راح ارجعك اياها بنفس اليوم بالليل يعني بس تخلص من العرس. وانا استنيتك واليوم السبت. يعني اذا مش زعلان على البلوزة زعلان على الوقت اللي قعدت استنى فيك لحتى ترجع لي ام البلوزة. فالبلوزة صار عندك يومين، وين البلوزة؟ الجزء هي مخبأ، انا رميت عند الاحول هذاك تاع دورتموند. خلص امي وينها؟ هذا يوم ما رحت على العرس احذر مين شفت غاد. مين؟ شفت مشجع اليوفي واجى علي فكرني انه انت وبلش يحفل علي ويتخوذ علي، فانا قلت فشرت عينه يتخوذ على انتر ميلان. وبعدين هو مش عارف مين جاي على ملك التحفيل، فرحت يحفل عليه ومهزه، وانت عارفني انا بالتحفيل ما عنديش يما ارحميني، وخليته يكره اليوم اللي شجع فيه اليوفنتوس. بعدين ولعت معاه وعصب واجى هجم علي ومزع بلوزة الانتر وروحت مشان حمتت من البرد. قلبي يا بطل يا بطل، الحمار الوحش مزع بلوزة الانتر يا بطل. الثار ولا العار، الثار ولا العار، لازم اجيب ثاري انا من راح انقلع ان شاء الله. تتمزح بالك الصوتيه صربعت امي في صوتك هذا، يعني ما شغيت على حالي في مي، اذا شغيت على حالي اغر عليها من ابوها وامها. اغار عليها رسميا بيريز يعرض على رونالدو العوده الى ريال مدريد. ايش متى هذا الحق؟ ايش مين؟ نعم والله بكسر ايدك يا بريز، بد ايدك على رونالدو. ولك نيش فريقنا لما جبناه، نيش فريق تعبنا نفسيا، ولك خليناه يحط فينا جول ويقصينا من دوري ابطال اوروبا بس عشان نجيبه، وانت هسه بكل سهوله بدك ترجعه؟ راح ينقلع. اصلا رونالدو مبسوط عنا واحنا مبسوطين فيه. اذا بدك اياه يرجع بحاله واحده بس، نلعب معاك ونهائي دوري ابطال اوروبا ونخليه ايش؟ نخليه انتو تخلوه يسجل فيكو هاتريك ويجيب لنا بطوله، وقتها يعني اذا بدكم اياها تدفعوا 200 مليون لانه احنا من التجاره، احنا اليوفي ولك. مزع بلوزة الانتر يا حقير، والله لوريك اخ بس لو كنت موجود اخ، لما شلحتك الجاع بتاع الحمار الوحشي وعملت منه مخده لكي استيقظ وانام عليها، انا انام واستيقظ عليها. تحكي معي؟ شوف مبرد اعصابه، يا الله هسه بنجلط. ولك بلوزة الانتر هي الوحيدة اللي كانت عندي، وهاي كانت عندي قبل سنتين بس امي مزعتها نصين وعملت من النص الثاني ممسح، عشان هيك انا لابس شلحة فوقها، وانت بكل بساطة بتروح تمزع بلوزة الوحيدة، ويا ريت انا اللي كنت لابسها، لو انا اللي لابسها انا بسمح لك؟ ما بسمح لك! بس معلش، فكر يعني اذا بزعت البلوزة رح بطل اشجع انتر ميلان؟ لا بالعكس، انا زاد حبي لها، وراح استنى للعيد الجاي، او ليش استنى للعيد الجاي؟ بروح بقدم عقد وبشتري بلوزة جديدة للإنتر، وراح أرد عليك ومزع بلوزتك بس في الملعب، لأنه أنا أخلاقي مش زي الأخلاق حمير وحشية، أخلاقي في الملعب، أنا بأخذ حقي في الملعب. لما نأخذ الدور الإيطالي ونشوفكم أنتم بتتهزقوا من فريق طيور الجنة في دوري أبطال أوروبا، وقتها هيك بنكون أخذت حقي بس، والله غلط، مصاري حقها يا ابن الصرب مصاري. لا إله إلا الله، هذا شكله نهبل زي مشجع إيسي ميلان. ليش تنهبلوا؟ ليش؟ صرتوا مجانين وأنا لحالي أظل في الدوري الإيطالي أنافس العقلاء؟ الله يخرب بيتكم. والله حاس حالي بقلل من قيمة نفسي لما أجي أتابع هيك مباراة. ما بحب أنا أتابع المباراة الضعيفة زي لما نواجه ليتشي، نواجه إيسي ميلان، نواجه إنتر ميلان. ما أنا بدي فريق قوي يعني زي نابولي، ها؟ يعني مقبول نابولي. شنو؟ تخيل هيك نعمل انشقاق ونروح على الدوري الانجليزي، ياما شو راح نسوي؟ لا إيه لا، شو دوري انجليزي؟ بمزح. اذا احنا مجانين التحامات وطحن وكسر، هذولاك اسرع منا، هذولاك مشاطيب. بعدين حكامهم لو يشوف رجل بس بيعطيك فاول، لما يشوف رجلك حاملها فوق راسك بس. يا اخي وين رونالدو؟ مش شايف؟ لا يروح عشان الدنيا شمس وانعكاسات ولابسين ابيض احنا، فمش عارف رونالدو. داري اصلا رونالدو شو بلزم في هيك مباراه؟ ما بلزم صح؟ اه والله ما بلزم.
هاي هيغوين هيغوين بسد كف داري كيف رجعناه من اسم ميلان يعني يا ساري عشان انك بتحبه ترجعه ما بتعرفش تحب لك ميسي مثلا ايش يعو قال ميسي يعو عو حب لنا لاعب كويس يا ساري عشان نجيب لك اياه هاي رونالدو حبوه الجماهير وزقفوه وجابوا لنا ترى جيب لي هيغوين قطيعه ليش تتفاعل عشان حط جول فليتشي هذا شيء منطقي واقعي يا اعزائي المشاهدين نحن في صدد ثوره يوفنتيد شو اللي ثوره يا زلمه زهقنا ثمان سنين واحنا مسيطرين على الدوري يا زلمه جاي تقول لي ثوره الله يقطعك ثوره شايفين عشان هيك انا بقول لازم ننشق عن الدوري نروح للدوري الفرنسي نجرب حظنا والله حرام يا اخي نظل في هيك دوري يا زلمه يا الله بس يا الله ارى في قرفكم هيك دوري بدنا دور جديد يا زمز تسلون حمل شو اسمه مالنا يا سيده يا عجوز خطيرتي نتعادل مع ليتش صفار انو سيده عجوز هاي هاي سيده عجوز لا هاي مش سيده عجوز هاي سيده كل البنات والله لو رونالدو موجود كان نفخ عينيكم كلياتكم ساكتين على المهزل لحد هسه ساكتين بلنتي صح بلنتي على الخط بلنتي لا مش على الخط جوا الخط المهم اعطينا بلنتي حكام ما ليش بترجف الحكم يعطينا لا 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 اوفر الموضوع شو بلنتي صح بلنتي عادي عادي يلا يا ديبالا يلا يا ديبالا سطر اسمك في تاريخ المجرات سجل اسمك في تاريخ المجرات ما راح احتفل طبعا ما راح احتفل ولا راح اعمل رياكشن واحد ليتشي عادي ما مش حظن بس برضه 1-0 مش نتيجه كويسه على فكره ما يسدد ما عندنا دفاع يا عم احنا عندنا افضل دفاع في العالم وعندنا دي ليخت اللي برشلونه كانوا ميتين عليه لحتى ايش فيه بلنتي الله يقطعك يا دي ليخت الله يقطعك يا دي ليخت هاي ثاني بلنتي بتلمس في ايدك يا زلمه انت جاي ليش انت جاي شارينك دافعين 80 مليون عشان تمسك الطبق حبيبي انت بتلعب كره قدم مش كره سله الله يرضى عليك يا زلمه بدنا نجاكر برشلونه فيك انت قاعد بتخلي البرشلوني يشمتوا فينا برا تشيزيني محله وصاد تشيزيني بلنتي مين هذا الدنيا هار مش شايف حدا مين هذا برناندسكي انت مبسوط على اسمك امك وابوك مبسوطين عليك هم مسمينك برناندسكي اخ لو رونالدو موجود اخ دقيقة رونالدو بيلعبش ليش؟ ليه يروح بريز هذا جد جاي يرجع لين لا هولكو لا تتصرم رونالدو ما يرجع ترجع المي في حيكم ان شاء الله تعتلنا مع ليتشي يا ولاد يا نهار افراق رونالدو شوفوا له رونالدو اللي يروح يرجع هذول صعب يتشالن لزقتهن بس صعب يتشالن لزقتهن بسوبر جلو غطينا عشان ريال مدريد ان شاء الله لا يرجع رونالدو لا ابوس كنترت كلها فجأة مش كذا؟ إذا بدك إياها هسا بعطيك إياها، بس بعطيك إياها لحتى تغطي حالكم من الفضيحة اللي صارت، تتعادلوا مع ليتشي. والله يا كابتن إذا بدك إياها لحتى تغطي الفضيحة بعطيك إياها، بس المشكلة إنها ما بتكفي لأنه فضيحتكم قد الدنيا، فبدكم 20,000 محل بلايز للإنتر لحتى تت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 
شد شعارك، احنا لسه متصدرين الدوري. بعرف انكم متصدرين، بعرف، بس مؤقت. بعد لعبتنا مع بارما ببين مين المتصدر، واشوف كيف راح تفتح تمك ولا راح تتخبى في جحر. انت بتتخبى في جحر؟ انت صعب تتخبى. انت خم انت معمول لك لانك حمار وحش. انا شام ريحة الفوز، شام ريحة الصدارة، صدارة الدوري الايطالي. خلينا شمها واستنشق واستمتع في الفوز. هاي ريحة البلوزة جديدة مش ريحة الصدارة. بس معليش منتصدر خاوة، منتصدر. إذا أنت غلطت وتعثرت، إحنا من 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 إيش؟ إحنا من منجيبكو. هاي المباراة المنشودة، هاي المباراة اللي يعني إحنا الفريق الوحيد اللي ممكن يفوز علينا بمساعدة التحكيم، لأنه بمساعدة التحكيم طبعاً اللي هو اليوفنتوس. مش اليوفنتوس رجعنا من الصدارة، إحنا كنا متصدرين قبل هذا. فهسا إحنا راح نستغل هاي الفرصة ونضال مباراة إيش اليوفنتوس. ان شاء الله راح نكون وقتها مش احنا، ان شاء الله الحكم وقتها يكون مريض وما يغش معاهم، وبنحافظ على الصداره وبنفوز في الصداره وبناخذ الدوري الايطالي. يا محلى ريحه الفوز على بارما. A few moments later. والحل معاكم. شفتوهم تعثروا، رحتوا انتوا تعثرتوا كمان. والله ما راح نشمها للصداره بغير
تفيح عليك. ما الوضع فاتح تمه؟ جعان يا معلم ولا ايش؟ وش قلت لي بعد المباراة شو كيف بدك تفتح تمك؟ هاي اللي فتحت تمي يا كابتن. والله ما لي نفس احضر مباراتنا مع روما. خلاص انا حاس الجريمة الايطالية اللي جواتي طلعت، راحت هباء منثور. ابصر مين شفطها، مين شفط الجريمة اللي عندي؟ ايسي ميلان اللي شفطها وخسارات ايسي ميلان اللي شفطتها. اخ بس لو انه احنا زي اليوفنتوس. اخ يوفنتوس صار له 8 سنين باخذ الدوري وبتاهل دوري ابطال اوروبا وبيعمل شغلات حلوه وعنده نجوم وحركات، واحنا عندنا سوسو كالابريا الله يقطع هيك لعيب. اخ بس وهم بتعادلوا امبارح، تعادلوا مع ليتشي وبضلهم متصدرين. تخيل بتعادلوا مع ليتشي وبضلهم متصدرين. احنا لو تعادلنا شو بصير فينا؟ بنهبط وبنلعب مع السيري ابي. دقيقة، تعادلوا مع مين؟ مع ليتشي اللي احنا تعادلنا معاه، مع المدرب الجديد الكسندر بولي. اذا اليوفنتوس تعادل مع ليتشي، اذا ليتشي فريق قوي ومنيح منهم، يعني احنا منيح منا، شو هم اللي منيح منه؟ احنا منيح منا، احنا بدنا نتعادل مع ليتشي، يعني احنا مدربنا قوي وعامل اداء كويس، بس الخصم كان جدا قوي اللي هو ليتشي. والله كنت حاسس انه هذا المدرب الاقرع راح يجي يعمل ثوره في سي ميلان زي ما زيدان عمل ثوره في ريال مدريد. طب ايش تسوي؟ طب تروح تحضر المباراه، صار لها ساعه مبلشه. هات لي المباراه جاي، انا زي الغبي قال زعلان ولا كان الكسندر بولي هذا اللي جاي يعمل ثوره في اي سي ميلان؟ اكيد جالدين روما 5 ولا 6 7 جوال. قديش النتيجه؟ 2-1 2-1 لروما. الله يوفقك يا الكسندر بولي وانا مفكرك مدرب كويس اقرع، يعني بتتعادل مع ليتش العنيد وبتخسر من روما الوضيع. الكسندر بولي عليك. ولك احنا روما فزنا على اسم ميلان. حسسني انكم فزتوا على الفريق الغانم، جاي مبسوط وفرحان. يا زمالك فزنا على اسم ميلان، بطل دوري ابطال اوروبا النظيف، مش زي هذولاك الغشاشين، بطل 7 دوري ابطال اوروبا بالحلال، حلال زلال عليكم. صح ماله هذا جن. طب اسمع، يعني بما انك متحمس وبتحكي عن بتمدح في اسم ميلان، شو رايك نبادل؟ انت تصير تشجع اسم ميلان وانا اصير اشجع روما. فشرت عينك وانت مش عارف مين احنا؟ ولك احنا روما فزنا على برشلونه وعملنا ريمونتادا، كنا خسرانين 3 كده كنا خسرانين مش عارف، المهم عملنا ريمونتادا. ان شاء الله بدك اياني نبدل انه يصير معي 7 دوري ابطال اوروبا. لا 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 يا حبيبي، ولك فزنا على برشلونه والريمونتادا اللي عملناها بتاريخك كله. هاتولنا كواسيكا هوندا يدربنا، ما هي باظت.